دكتور أشرف، لماذا أعلنت الولايات المتحدة الحرب بشكل معلن على الصين في مجال يبدو بهذه الدرجة الكبيرة من الحيوية؟ اهتمام الولايات المتحدة في إدارة بايدن هو تجميد أي مساعدات أو صناعات ممكن أن تنتقل إلى الصين عبر تايوان. تحاول طبعا الصين الاستيلاء على تايوان حتى تستطيع أن تسيطر على هذه الصناعة، باعتبار أن التايوانيين بدأوا في الثمانينات القرن الماضي إن هم ينشئوا الصناعة الأشباه الموصلات في تايوان. وزي ما حضرتك أشرت بأن تايوان لها وجود في إنتاج 90% من الكمبيوترز والنواقل الهواتف النقالة. مستشار الأمن القومي جاك سوليفان تكلم على نقطة مهمة جدا، قالك تقييد نقل أو بيع التكنولوجيا إلى الصين أمر صعب ويضر الاقتصاد الأمريكي، باعتبار أن الولايات المتحدة مع الصين تتحقق إيرادات الولايات المتحدة من بيع أشباه الموصلات إلى الصين ب 400 مليار دولار، يعني أكثر من ثلثين حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وبين الصين. الاثنين مع بعض في باراشوت يجب أن يحافظوا على بعض في بعض القوى. الصين طبعا أعلنت أنها تضررت بشكل كبير وكانت في سعي لأنها ترفع دعوة قضائية أو قانونية ضد الولايات المتحدة باعتبار أنها قيادت هذا الأمر. جاك سوليفان قال حاجة مهمة، قال إحنا عايزين نضع خط فاصل بين، كما أشار التقرير وأشارت حضرتك، بين ما يستخدم في الصناعات العسكرية للصينيين والصناعات المدنية. ما زال الولايات المتحدة تحتاج أن تظل الصين شريك كبير، ولكن طبقا لحدود معينة تفرضها الإدارة الأمريكية. لكن هل الولايات المتحدة تدرك أن هناك تداخل كبير بين الشركات العاملة في الصين وبين الحكومة الصينية وبين ما يمكن أن يستثمره أيضا الجيش الصيني؟ ده نقطة مهمة. ليه؟ لأن قطع سلسلة الإمداد كما أشرت حضرتك أيضا عملية مش سهلة، وتحدي العمل الجماعي من الولايات المتحدة لعمل جماعي ضد الصين في نقل التكنولوجيا أو بيع أشباه الموصلات عملية ليست بالسهولة. تظل دائما هناك تحديات، كيف تستطيع الولايات المتحدة أن تسيطر أو أن تفرض عقوبات؟ إذا فرضت عقوبات على 30 أو 60 شركة ولكن تظل هناك شركات سماجلينج، يعني تشتغل في تحت أو بعيد عن الإطار القانوني في هذا الشكل. المهم دلوقتي هم الأمريكيين يعني بيجروا بسرعة كبيرة جدا كما أشار الزميل من القاهرة على تطور تكنولوجيا أشباه الموصلات بحيث أن هم يكونوا سباقين عن الصين. التحدي الخطير إذا استطاعت الصين أن تفاجئنا بأنها كما فاجأتنا بال5G وتكنولوجيا ال5G، إذا استطاعت الصين أن تسبق الولايات المتحدة في هذا المجال هتكون لطمة كبيرة للولايات المتحدة. وهنا نستطيع القول أن الصين فعلا ستقود النظام الدولي في شأن مهم كأشباه المواصلات، باعتبار أنها تدخل في كافة الصناعات العسكرية والارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي.